جوسي كانت أكثر من رائعة، والناس شافت قد إيه أنت عفوي وخفيف دم كل الوقت من على المسرح. يعني شوي الحوارات الطويلة أحيانا تدعو يعني الفنان أحيانا لا يمرق هيك بعض الحلول أو بعض الأجوبة بطريقة معضومة يعني. وكل هالأحداث اللي صارت كانت ضمن جلسة الدراما على عرشها اللي عابد كان عنده رأي حازم فيها. عنوان الجلسة كان بيحكي إنه الدراما العربية على عرشها، وأنت قلت إنه أنت ما بتوافقهم، ما بتوافق أستاذ صباح بأنه هي فعلا على عرشها اليوم. ليه برأيك؟ لأنه ما أنا على عرشها، يعني دراما عم تتخبط، عم في شيزوفرينيا في صناعة السيناريو، في الكتاب تائهين يعني ضايعين ما بين البيئة والمكان اللي ربيوا منه واللي درسوا فيه، وما هو مطلوب منهم يعني، وما هو مطلوب من المنصات. هذه العدوى تبع المنصات الغربية أثرت فيهم بطريقة سيئة وبطريقة سلبية، مع فارق الحريات وفارق الثقافات وفارق التقاليد الاجتماعية صعب تقدر تحقق سيناريوهات وأعمال تنافس فيها الغرب. بدك تكون قريب من الواقع،